احنا رانا غارقين في الشكاره حليب. ما يقال انه تنظيم عالمي المهرج تبون يحقق العالمية في قطر. يبدو أن تبون والنظام الجزائري مصرون على أنهم يقومون بإيصال الجزائر إلى العالمية، ولكن بطبيعة الحال ليس الوصول إلى العالمية بشكل إيجابي وإعطاء صورة جيدة لبلدنا، لا، يوصلوا البلد إلى العالمية وهم تقريبا حققوا ذلك اليوم أكثر من أي وقت مضى بإضحاك البشرية على بلدنا، بإضحاك العالم كله على الجزائر. واليوم في خرجة جديدة، ولو أننا تعودنا أن النظام الجزائري يقوم بأمور لأول مرة تحدث في تاريخ البشرية، اليوم الرئيس المعين تبون اختار يعني هذا التوقيت بالضبط اللي هو كأس العالم وكل الأنظار موجهة إلى قطر. تعرفوا بأنه كأس العالم يتابعها أكثر من 3 ملايير شخص عبر حول العالم، يعني اختار هذا الحدث بالذات وهذا اليوم بالذات حتى يفضح ويبهدل الجزائر أمام العالم ويكشفنا يعني كفضيحة، لأنه ما قام به اليوم لم يحدث في تاريخ البشرية. وراح نتكلموا الآن على هذه النقطة. واحد يقول لك وش صرا وش كاين، تبون راح للمشاركة في افتتاح كأس العالم في قطر، هذا أمر جيد بطبيعة الحال أنه رئيس جزائري يروح لو كنا في وضع عادي إلى قطر ويحضر افتتاح كأس العالم، حتى إذا كان المنتخب الوطني لكرة القدم لم يكن له المستوى، ورأيناها في المباراتين السابقتين للتأهل لكأس العالم، لا مؤامرات ولا أي شيء، منتخب بدون مستوى. ولكن حتى إذا ما كانش عنده هذا المنتخب مستوى، عادي أنه الرئيس الجزائري يروح لحضور الافتتاح. لكن تبون بطبيعة الحال هذا المهرج، وأننا نحاول نتفادى هذه الكلمات لما نخوض في الشأن السياسي، ولكن هذا الشخص مهرج بأتم معنى الكلمة. لماذا؟ شوفوا معي جزء فقط من هذا الفيديو، يعني وش يدير فيه تبول. من أروع ما يكون، أروع ما يكون، وراه يعطي فيه تصريح. أنت لما تشوف هكا هل تقول بأنه هذا رئيس تاع بلد؟ بربكم هل لما ترون صورة مثل هذه تقولون بأنه هذا رئيس تاع بلد يتكلم في قناة رياضية؟ أسيدي نحيو جانبا أنها قناة رياضية ونفوتولو بأننا في وضع تاع كأس عالم وغير ذلك وهو يتكلم مع قناة رياضية، لكن هل من المعقول أنه رئيس تاع بلد يظهر أمام ماكدونالدز وأمام كوكاكولا؟ عمركم شفتوا في تاريخ البشرية حدث أمر مثل هذا؟ لكن كيف أنه رئيس بلد يظهر أمام علامات تجارية وكأنه لاعب تاع كرة قدم أو مدرب تاع كرة قدم؟ هل شفتوا رئيس بلد محترم لو كانت مثلا شركات وطنية وراءه؟ أي شركات، حتى إذا إحنا ما عندنا الاقتصاد ولا أي شيء، ولكن لو كانت مع باليش أنا الشركة تاع اللصوص هذوك تاع كوندور أو على الأقل شركة جزائرية، هذه الشركات عالمية لا علاقة لها بالجزائر لا من قريب ولا من بعيد. هل من المعقول رئيس تاع بلد يظهر أمامه وراء العالم تاع بلده، يظهر وراء واجهة فارغة أشجار مش مشكل، ولكن أنك تظهر أمامك لافتة والبروتوكول لا ينتبه لهذا والرئيس المعين لا ينتبه لهذا لأنه يأخذ صور، حتى أنه شفناه مع بطبيعة الحال شفناه مع أبو محمد بن سلمان كيف وكأنه يعني أسعد يوم في حياته كما كان مع أردوغان من قبل. لماذا اليوم أمير قطر اللي لما جاء للجزائر هاو الوضع تاعو في الصف الأول أمام الرئيس المعين تبون في افتتاح المسخرة تاع ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي كانت فشلا على جميع الأصعدة ومن يقول غير ذلك كتعرفوا هم أنصار النظام؟ لكن كيف اليوم يتكرر نفس الشيء في قطر وفي افتتاح كأس العالم الرئيس المعين تبونها وهنا وما يبانش حتى في الصورة الرسمية؟ منذ أشهر هم يقولون أن قطر الشقيقة وقطر أقرب بلد إلينا وقطر يحبونا وأمير قطر يحب الجزائر وغير ذلك. المشكل أنهم مش يكرهوا الجزائر، المشكل أنهم لا يحترمون هذا النظام، لا يحترمون أنه يكون بلد على رأسه مهرج مثل هذا. مستحيل أنه الأمم تحترمك. والنظام وإعلامه إخويا نتخلعت خرجونا اليوم قال لك إنجاز عظيم، قال لك اصبر اصبر فيها إنجاز عظيم وانتم المشككين راح تسكتوا
مايش راحين تزيدوا تقدروا تهضروا تماما. واش كاين يا جماعه الخير؟ خير ان شاء الله. بالك تبون دارك شي انجاز في قطر، قولوا لنا واش كاين على الاقل نشوفوا ان شاء الله نفرحوا بالجزائر. هاو الاكبر انجاز، اكبر انجاز، هاو اكبر انجاز للنظام واعلامه، يحطوا لنا في صوره يبدو فيها تشوف فيه كيف محمد بن سلمان حتى في الجلسه تاعو انسان محترم، محترم بلده. شوف الوضعيه تاع الجلوس، شوف الرئيس المعين تبون ويظهر بانه الاخر وكانه يوبخ في الرئيس المعين تبون. وشوف الجلسه يعني ماهيش تاع رئيس بلد، ماهيش هيبه تاع رئيس بلد، الهيبه مهمه، البروتوكول في هذه الامور مهم لانهم يقوموا بعمل على البروتوكول حتى يظهروا دائما في الواجهه. لما تكون بلد محترم لابد انك تكون في الواجهه، لانه الان لما العالم يشوف افتتاح كاس العالم في قطر 3 ملايير شخص راهم شافوا الامير تاع قطر، لكن شافوا امامه شكون؟ محمد بن سلمان، عبد الله الثاني، عبد الفتاح السيسي، شافوا امامه هادو القاده، وما شافوش الرئيس المعين تبون اللي رموه جانبا وكانه زباله. هذه هي الحقيقه، لانه قال لك هذا المهرج ما يصلحش انه يظهر في الواجهه. استفرح لما كنا في قمه المناخ، الناس تفرح بانه رؤسائها كانوا في لقاءات ثنائيه في صالات مغلقه جالسين وغير ذلك. حنا واش صار؟ النظام يروج له، النظام صار فرحان بلقاءات. وين؟ شوفوا واش شوفوا هم واش راهم يقولوا، مش انا راني نقول، هم واش راهم يقولوا الاعلام ونظام. الرئيس تبون يلتقي زعماء وقاده عرب بصالون القاعه الشرفيه لملعب البيت. عاد هذا بالنسبة ليهم كما في قمة المناخ، الناس كانوا في القاعات المغلقة وهو تبون قال لك يلتقي في القاعة الشرفية بالملك الفلاني وبالرئيس الفلاني، وبأنه ماكرو عطاه قبلة تاريخية في القاعة الشرفية ولا في المدخل تاع القاعة، وما تحطش في الصورة الرسمية وما تظهرش صورة الجزائر أمام العالم. اليوم كانت فرصة تاريخية بطبيعة الحال، والإعلام ونظامهم لم يستحمروا في الشعب. شوفوا واش قال لك، قطر تثمن جهود وإسهامات الرئيس تبون في إنجاح المونديال. إيوا سبحان الله، هذا اكتشاف عظيم. حنا كنا نقولوا قطر والإنجازات تاع قطر وكيف قدرت تنظم هذا المونديال والملاعب والطرقات والفنادق وغيرها والبنى التحتية. إخويا ظهر تبون هو اللي بنى كل شيء، ما بناش الجزائر. بصح كان يبني هو في المونديال وكان هو يحضر في المونديال. هل سمعتم قناة عالمية واحدة تتكلم على تبون بأنه شارك في إنجاح المونديال في قطر؟ هل القطريين نفسهم سمعتوا أي مسؤول يقول لك الجزائر شاركت؟ باش نشاركوا بشركات البناء؟ احنا بنينا ملاعب، بنينا طرقات، احنا رانا غارقين في الشكارة حليب، احنا رانا غارقين في الشكارة حليب. كيف تحب انه ناس مثل محمد بن سلمان اللي حب يخرج بلده من التبعيه للمحروقات، اللي كان في قمه العشرين، اللي كان في كوريا الجنوبيه، اللي مهما كان، لانه انا مانيش من النوع اللي البارح كنت نقول السلبيات، لكن اليوم لما نشوفوا تحسن في التسيير تاع في ناس كيف راهم يقودوا في بلدانهم، ولو انه لا دخل لنا في امورهم الداخليه، ولكن يعني الانسان لما يشوف انه بلد حب يخرج من التبعيه للمحروقات، مشروع نيوم اللي هو مشروع ضخم في المملكه العربيه السعوديه، رؤيه 2030، لما تشوف شخص كيما هذا راح يحترم مسخره مثل هذا المهرج اللي مازال غارق في مشكل شكاره حليب وفي قرعه الزيت، مستحيل انه يحترم البلد هذا. لانه الناس راهي تبني في بلدانها الناس، والسي خونا تبون ها قناة الكأس يا جدك، رئيس تاع بلد يعطي حوار لقناة الكأس ويظهر امامه العلامات الإشارية تاع كوكاكولا وماكدونالدز. هذه الحقيقة، رئيس تاع بلد مع قناة الكأس. عوض اننا نحاولوا نتقدموا، نحاولوا نبني، نحاولوا نستقطبوا الاستثمارات تاع الشركات هذه اللي اصلا راهي ورا الرئيس المعين تبون، واللي عمرها ما راح تغامر انها تجي البلد مثل الجزائر تحت حكم هذا النظام. مش انك تروح لقطر وتصور وراك هذه العلامات، وممكن لو كان فرحان لما شاف، ما على بالوش باللي هذه راهي اول مره تصرى في تاريخ البشريه. ما على بالوش باللي هذه راهي فضيحه للجزائر انه تظهر وراك ماكدونالدز وكوكاكولا، وكانك لاعب كره قدم تاع الدرجه الثانيه او الثالثه
يعني واقف امام قناة الكأس القطرية مع احتراماتنا للقناة هذه، لكن الرئيس المعين هذا حقيقة خلاص ما بقاش. وكل مرة نقول وصلنا للقاع يعني خلاص ما بقاش نزيدوا ننزلوا اكثر، ما تقدرش تحط شيء أسوأ من هذا، ولكن كل مرة يبدع هذا النظام ويخرج لنا أسوأ ما بداخله.